الرحيم. خلينا نبدأ بمحاضرة رقم أربعة. محاضرة رقم أربعة اللي هي تحكي عن مجموعة قوانين، راح تحكي عن قوانين لها دخل بالمتوسط الحسابي، قوانين متعددة. عنوان المحاضرة بالأساس هو Numerical Measures، فهي محاضرة بتتركز أول إيش الـ Quantitative Studies، لها دخل بالدراسات الـ Quantitative. فمثلا لو نبلش بالمحاضرة، بالبداية هاي المحاضرة راح تنقسم إلى قسمين، Two Types of Measures. السمري ميجرز او النيوميريكال ميجرز لهم نوعين، يا اما ميجرز اسمهم ميجرز اوف لوكيشن او سنتر، ميجرز اوف لوكيشن او سنتر من اسمهم هذول بيساعدوني الاقي السنتر اوف داتا، او ميجرز اوف سبريد او فاريشن وايضا من اسمهم بيساعدوني الاقي قديش الداتا بعيده عن بعض او الاقي الرينج او الاقي المساحه تحت الداتا بشكل عام. الميجرز اوف لوكيشن او سنتر الدكتوره بتسميهم 3 امز، بتسميهم 3 امز. ليش؟ لأنه كل واحد منهم بيبلش بحرف الام، فعشان تحفظوهم فهم كلهم بيبلشوا بحرف الام، مين ان ميديان ومود كلهم بيبلشوا بحرف الام. اما الميجرز اوف سبريد وفاريشن فهم الرينج والانتر كوارتايل رينج فاريانس وستاندرد ديفيشن. وهنبدا بالمحاضره اول شيء نحكي عن شيء عام تفكير قبل ما نبلش بالميجرز اوف لوكيشن، راح نحكي بس عن شغله اسمها سمري نوتيشن، وهي المعادله لحساب مجموع العناصر. هسه هذا الرمز اللي انتم شايفينه قدامكم معناه مجموع، معناه sum of، sum of يعني مجموع. مجموع ايش؟ مجموع اكس، مجموع العناصر. يعني هسه ما يقول لي مجموع اكس فهو بده ياني اجمع اكس كلهم، اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاث لحد ما يخلصوا العناصر اللي عندي. يعني لو كان مثلا السؤال معطيني سبع عناصر وطلب مني مجموع اكس، بروح بجمع له السبع عناصر كلهم، اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاث حتى اوصل لاكس سبعة. حلو. طب لو السؤال هون كان معطيني اكس وتربيع معها، بروح بجمع انا هون ايش بروح بجمع؟ لو كان هون مثلا معطيني تربيع، بروح بجمع مربع واحد، مربع اثنين، مربع ثلاث، مربع اربعة، حتى اوصل مثلا لمربع عدد رأس سابع. وهي في مثال برضه هون، مثلا هي هون الامثلة محطوطة، مثلا هون قايل لي مجموع اكس، فروح جمعت له ثلاثة زائد ستة زائد ثمانية زائد تسعة زائد 11 طلعت له هذا العدد. طب هون طلب مني اكس تربيع، بربع 9 36 64 81 121 وبيطلع معي العدد هذا. جميل جميل. وهسه راح نبلش بالميجرز اللي حكينا عنهم بداية المحاضرة، اللي هم ميجرز اوف لوكيشن اور سنتر وميجرز اوف سبريد اور فاريشن. نكمل نبلش هسه بالميجرز اوف لوكيشن او ميجرز اوف سنتر. نبلش بالميجرز اوف لوكيشن او ميجرز اوف سنتر. شو قلنا فايدتهم هذول؟ شو بنستخدمهم ليش؟ نستخدمهم عشان نعرف شو السنتر تبع القيم اللي هو معطيني اياها، شو السنتر تبع البوبيوليشن، شو السنتر تبع السامبل، نعرف ايش السنتر، ايش المنطقه المتوسطه تاعتهم. فهاي الميجرز اوف بوبيوليشن الدكتوره بتسميهم 3 امز لانهم كلهم ببلشوا بحرف الام، هم ثلاث ميجرز وكل واحد منهم ببلش بحرف الام. نبلش باول ميجر وهو المين. المين يعني المتوسط الحسابي اللي اخذناه بالمدرسه. كيف كنا نحسب المتوسط الحسابي ايام المدرسه؟ كنا نمسك القيم كلها كلها كلها، هسه فكوكم الكلام المكتوب بس تبعوا مع اللي قاعد بحكي. هسه كنا نمسك القيم كلها ونقسمها على عددها، كنا نجمعها كلها ونقسمها على عددها، وهيك كنا نطلع المتوسط الحسابي وهو نفسه المين. وهون نفس الطريقه برضه، نمسك كل القيم المعطاه في المساله وبنقسمها على ايش؟ على عددها. لكن هسه بدنا نيجي للاشياء الحفظ، يعني هسه فهمناكم شو المعنى، لكن بدنا نيجي هسه على الاشياء الحفظ. المتوسط الحسابي هون له نوعين، في متوسط حسابي للبوبيوليشن وفي متوسط حسابي للسامبل. نحكي هسه ايش هم كل واحد منهم، ايش الفرق بيناتهم. هسه مبدئيا كتعريف وكفهم وكحل كلهم نفس الاشي بالضبط، نفس ما قلت لكم، بتجمع كل القيم وبتقسمها على عددها سواء بالبوبيوليشن او سواء بالسامبل. لكن كحفظ بدكم تعرفوا انه السؤال بالبوبيوليشن رمز المتوسط الحسابي بالبوبيوليشن هو هذا الرمز اللي زي حرف الام، الميو بسموها، ورمز المتوسط الحسابي بالسامبل هو اكس بار، بسموه اكس فوقيها شحطه او اكس بار. وهذا الرمز اللي هو تبع السامبل مين هو الاكثر استخداما خلال محاضراتنا وخلال مساق البيوستات تبعنا. يعني نادر جدا ما تشوفوا سؤال بيسالك عن البوبيوليشن، 99 من الاسئله بتكون المقصود فيها سامبل. طب انا كيف بدي اعرف هذا؟ احل على ايش؟ احل على يعني احل على انه الرمز هذا ولا الرمز هذا، مع انه نفس طريقه الحل بالضبط. طبعا
هاي النوع تحت بتساعدك تحل كل شيء. بتقول لك الدكتورة unless the question state that this is a population mean، يعني لو انه السؤال يجي يحكي لك انه هاي population mean، يحكي لك states that this is a population mean، اذا ما حكى لك هيك لازم تحل على sample mean. يعني سواء السؤال حكى لك انها هاي sample او ما حكى لك بدك تحل انها sample mean. لكن اذا السؤال حكى لك انه هاي population mean وقتها بدك تحل على population mean. لكن اغلب الحالات شو مالها 99% من الحالات بتكون sample mean. unless the question state بتحل على ايش؟ بتحل على sample mean. طبعا هاي ملاحظات بسيطة زي ما قلت لكم، التعريف نفسه all measurements، بس هون في كلمة population divided by شو؟ population size اللي هم العدد الكلي، وهون all measurements set of measurements divided by ايش؟ number of measurements، لكن هون بالسامبل. طبعا تذكيرا اخذناه بالمحاضرة الثانية أو الثالثة مش متذكر بالضبط، لكن كان إن البوبيوليشن مرتبطة بكلمة بارامتر، تحفظوها من إنه بي بي. فالسؤال إذا احتوى على بارامتر مين معناته بدك تعرف إنه هذا المقصود هو البوبيوليشن، والسامبل هي نفسها ستاتستيك، فإذا السؤال احتوى على ستاتستيك مين بدك تعرف إنه المقصود فيه سامبل مين، بالتالي الرمز تبعها بده يكون إكس شحطة أو إكس بار. الفرق بالقوانين زي ما قلنا هو الرمز الأول بمثل فيه هون وهون، وأيضا الفرق بالإن، الان هون و ايش والان والان هون. شو الفرق؟ انه الان تاعت السامبل بتكون ان سمول، والان تاعت البوبيوليشن بتكون ان كابيتال. هاي ملاحظات بس هيك بسيطه يعني عشان تميزوا ايش الفرق بس، ولا هو كحل وكقانون نفس الاشي بالضبط، نفس طريقه الحل بالضبط، تاخذ مجموع القيم وبتقسمها على عددها. بس اذا طلب منك احكي لي مثلا السؤال هاي سامبل ولا بوبيوليشن، بدك تعرف تميز بيناتهم زي ما حكينا هسه. بس باقي الاشياء هنا حكيناها كلها، حكينا النوت تاعت الدكتوره هون. طيب نيجي ناخذ مثال بسيط عشان تحفظوا. هون معطيك مجموعه قيم هيها وطالب منك تحسب المين. قلنا شو بنسوي؟ بناخذ القيم كلها هاي بنجمعها وبنقسمها على عددها، فبيطلع معنا الجواب زي هيك. طبعا الدكتوره معطيه نوت حاكي انه هاي كلها تعتبر كوانتيتيف ديسكريت discrete. شو يعني quantitative discrete؟ يعني انه احنا لما حكينا كان عندنا انواع القيم quantitative او qualitative، بديهيا احنا بنعرف انه هاي المحاضره كلها بتحكي عن ايش؟ عن quantitative. qualitative ما لناش دخل فيه، بس ال quantitative نفسه كان فيه له انواع discrete، وكان فيه له نوع ثاني اللي هو continuous. discrete كان اللي هو يعطيك جميع القيم ايش مالها، كان يعطيك جميع القيم شو مالها، كان يعطيك جميع القيم عددها صحيح، اللي هي صحيح بتكون integer، بتكون جميع القيم صحيحه. اما النوع الثاني كونتينيوس كان يعطيك جميع القيم ايش مالها، بتكون ممكن القيم تكون فيها كسور او اعداد عشريه. فهون السؤال كل القيم ما فيها الا ايش؟ ما فيها الا اعداد صحيحه، فبالتالي تكون كوانتيتيف ديسكريت. This is also a sample mean. ليش؟ لانه حكينا اذا السؤال ما ذكر لك شيء عن نوع المين اللي بدك تحسبه، اللي بدك تحسبه نوع المين بدك تحسبه، فبدك تعتبر انه نوع المين ايش؟ سامبل مش بوبيوليشن، زي ما حكينا because the question didn't state it as a population mean، فبدك تعتبر انها سامبل مين. زي هيك اذا نكون خلصنا اول ميجر اوف سنتر او ميجر اوف لوكيشن. نيجي للميجر الثاني للسنتر واللوكيشن وهو الميديان. حكينا المين كان معناه المتوسط الحسابي، طب الميديان شو معناه؟ الميديان معناه الوسيط. ايش هو الوسيط؟ الوسيط هو القيمه الوسطيه بين مجموعه من الاعداد. هون انا ما باخذ كل الاعداد، هون بس باخذ القيم الوسطيه اللي بالنص، سواء كانت قيمه او قيمتين. وهسه بنحكي متى بتكون قيمه ومتى بتكون قيمتين. فالتعريف مره ثانيه middle value of set of measurements. كيف نعرف ايش الميدل فاليو؟ لازم نرتب الاعداد بديهيا من هون من الاصغر للاكبر. بالمين ما كان ضروري نرتب الاعداد، كنا ناخذ القيم ونجمعهم ونقسمهم على عددهم بس، اما هون لازم ترتب الاعداد لانه انت بدك تاخذ القيمه الوسطيه بناء على الترتيب، مش من راسك بدك تاخذها، فبدك ترتب بعدين تاخذ القيمه الوسطيه. وهي القيمه اللي بتكون تقسم بتقسم الاعداد لمجموعتين، بتكون هي بالنص بيناتهم يعني. يعني المهم انكم تعرفوا هي القيمه الوسطيه. How to find and calculate it. قلنا أول شيء بنسويه بنرتب الأعداد. بعد ما نرتب الأعداد بنشوف هل مجموعة الأعداد اللي عندنا عدد القيم اللي عندنا فردية ولا زوجية. يعني مثلا لو كان معطيني 14 بيختلف عن لو كان معطيني 15. لو كان معطيني 14 عدد بيختلف عن لو كان معطيني 15 عدد. شو بيختلف؟ 14 عدد
المنطقة الوسطية تاعته هي عبارة عن عددين، يعني لو بدي أكتب 15 14 عدد مثلا، هاي 1 2، لو بلاش خلينا نكتب نعملها شكل نقاط أسهل، نعملها شكل نقاط أسهل، فعدد عددين أو قيمة قيمتين، 3 4 5 6 7 8، ناخذ عند 8 نكتفي بثمان قيم. بس احنا عندك 8 قيم، شو المنطقة الوسطية بيناتهم؟ مثلا هاي 1 2 3 4، تيجي هون المنطقة الوسطية لو بدنا نحكي انه بيناتهم. طب هيك شو هو؟ شو صف العدد هذا؟ صف العدد بدك تاخذ العددين اللي حواليه المنطقة هاي، يعني اذا عندك 8 اعداد بدك تاخذ القيمة الرابعة، بدك تاخذ القيمة الخامسة. شو بدك تسوي بعدين لما تاخذهم؟ هل بروح بحكي للسؤال انه عندي تو ميديانز وبحط له اياهم زي هيك؟ لا، بدك تروح تاخذ هذول القيمتين وتطلع متوسط حسابي تاعهم، تجمعهم مع بعض وتقسمهم على 2، فبيطلع معك عدد واحد. هذا العدد الواحد هو ايش؟ هو الوسيط او الميديان. هاي في حال كان عندك ايش؟ ايفن نمبرز او اعداد زوجيه. طب في حال كان عندك اعداد فرديه، لو كان عندنا مثلا 1 2 3 4 5، فبالتالي الوسيط تاعهم هو رقم واحد جاهز، ما بحتاج انك تجمع ولا تطرح ولا اشي، بيكون بالنص. فنرجع نقرا مره ثانيه بس عشان نتاكد انه حكيناه صح. يقول لك لما يكون عندنا عدد القيم فرديه، يكون الوسيط عباره عن قيمه واحده بالوسط، زي ما حكينا هون، هيها قيمه واحده بالوسط، يونيك، قيمه واحده بالوسط يسموها يونيك، يعني انها فيش غيرها. وبنحسب مكانها بعد 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 الترتيب من خلال هذا قانون عشان تحسبوا مكان الميديان، قانون عشان تحسبوا ايش؟ عشان تحسبوا مكان الميديان. هاي القوانين مهمه لما يكون السؤال معطيك يعني كميه كبيره من الاعداد، وانت مش قادر انه مثلا لو كان معطيك 100 قيمه وبدك تقعد تحسب من بيناتهم. بس عاده الاسئله بامتحان بتكون اسئله بسيطه وما بتحتاج انك تستخدم هذا القانون اصلا، يعني بالنظر بتقدر تطلع الشيء اللي بتحتاجه. لكن في حال بدك تستخدم القانون، ففي حال كان عدد القيم ايش ماله؟ فرديه، بدك تاخذ هذا القانون اللي هو عدد القيم زائد 1 مقسوم على 2. فمثلا لو بدنا ناخذ مثلا هون، هاي المثال هذا كان عندنا 5 قيم، كيف بدي اعرف شو القيمه الوسطيه او الوسيط فيهم؟ 5 زائد 1 6 مقسوم على 2 3، فهي 1 2، هي 1 2، هي 3 فعلا، واللي هي القيمة الوسطية. نيجي لبعدي بيقول لك لو كان عندنا عدد، طبعا هون بيقول لك وبهاي الحالة بيكون عندنا القيمة نفسها الأصلية من السؤال، لأنك بتاخذ القيمة نفسها، مش زي هون كنا ناخذ قيمتين ونقسمهم على بعض على 2، فبالغالب بيطلع الجواب مش موجود بالسؤال نفسه. طيب نيجي نحكي عن الزوجية مثلا، بيقول لك الوسيط هو المتوسط الحسابي للقيمتين بالوسط، ناخذ القيمتين بالوسط وبنقسمهم على 2، بيطلع معنا ايش هو الوسيط. نحسب مكانهم كيف؟ هون ما في ان زائد 1، هون ان عدد القيم لحاله، ما بنضيف عليه شيء، عدد القيم مقسوم على 2. فهون مثلا بهي الحاله بيطلع معك بقول لك قيمه خارج القيم الموجوده بالسؤال. فمثلا هون عندنا احنا كم؟ عندنا كم هون؟ عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8، باخذ الثمانيه بقسمهم على 2 4، فبالتالي انا بدي الرابعه والخامسه وبدي اجمعهم مع بعض، وبعدين بدي اقسمهم 2 عشان يعطيني الجواب الصحيح. طبعا قلت لكم القوانين هاي مش تهتموش فيها كثير، بنحل الاسئله بالنظر بكل سهوله. يعني مثلا هون معطيني مجموعه قيم، هيها صلى الله عليه محمد، هاي القيم، معطيني هاي القيم. اول خطوه قلنا بنروح بنرتب القيم، بنرتبهم تصاعديا لتنازليا. بعدين والله عندي انا هون عدد زوجي، معناته المتوسط بده يكون، الوسيط عفوا بده يكون قيمتين متوسطهم الحسابي، فعندي 1 2 1 2 3 4 5 6، معناته بدي القيمتين اللي بالنص اللي هم 3 و4، فهي القيمتين اللي بالنص 3 و4، باخذهم واخذ الوسط المتوسط الوسط الحسابي تاعهم، بيطلع معي الجواب هي 54. سهله صح؟ ما بدهاش شيء. هاي كمان امثله حلوها بنفسكم، ما بدهاش شيء. نيجي لثالث واحد واخر واحد من الميجرز اوف لوكيشن او سنتر، وهو المود. المود احفظوها من كلمه موضه. شو يعني مود؟ موضة يعني أكثر إشي تكراراً، أكثر إشي شائع، فهو القيمة الأكثر تكراراً من بين مجموعة القيم. من كلمة موضة احفظوها، فهو عنده largest frequency appears the most من بين الداتا سيت. نيجي ناخذ هسه في أنواع للمود. لما يعطيني مثلاً هسه نطلع على الأمثلة اللي هون، معطيني هاي set of data، معطيني هاي مجموعة القيم، هاي معطيني هاي set of data، وقاعد بسألني هون إيش المود. المود هو القيمة الأكثر تكرارا، فعندي 4 تكررت مرتين، 5 تكررت 3 مرات، 6 مرة و7 مرة، فالخمسة هي الأكثر تكرارا. فهون عندي أنا بس واحدة one number تكرر أكثر من غيره، يعني بس الخمسة هي الوحيدة اللي تكررت أكثر من الباقيات. أما نيجي مثلا للباي مودل هاي، فلو نلاحظ أن الثلاثة والسبعة تكرروا مرتين وتكرروا أكثر من القيم الباقية كلهم،
لأنه باقي القيم كلها تكرر مرة. فهون بنقدر نحكي إنه الثلاثة والسبعة اثنين يعتبروا مود، وبالتالي هون بيكون نوع المود باي مود لأنه عندنا اثنين، وهكذا. وحتى لو طلع معي ثلاث أعداد من أصل مثلا خمسة بسميها تراي مودل وهكذا. ولكن إذا كان عندي جميع مجموعة القيم كلها متكررة بنفس العدد، يعني مثلا هون لو كان عندي الثلاثة بس متكررة مرة والسبعة بس متكررة مرة، يعني ما في حدا متكرر أكثر من الثاني بالمرة، فهون قدامي خيارين: يا إما بحكي إنه عندي المود هو كل الست أوف داتا كاملة، يا إما بحكي إنه أصلا أنا ما عندي مود هون لأنه ما في عدد تكرر، أو ما في عدد طغى أكثر من باقي الأعداد وتكرر أكثر منهم، كل الأعداد تكرروا بنفس المقدار. فبالتالي يا إما نو مود، يا إما all of the set أو all of the data is a mode. هاي الأمثلة تحت برضو حلوها بنفسكم، كلها سهلات بناء على الشرح بنحلوه بكل سهولة. طيب، وهذا المثال برضو حلو لحالكم، كل هاي الأشياء سهلة. بس بقول لك we have finished talking about every central measure، حكينا عنهم كلهم لحالهم، بس بدنا نعمل مقارنات بيناتهم ونحكي مين أحسن باستخدام بمواقف معينة. فبقول لك مثلا إحنا عندنا المين والميديان، مش قلنا هذول الاثنين بيستخدموا عشان نطلع الاشي اللي بالوسط، كل القيم بنستخدم عشان نطلع الاشي بالوسط. فالمين كان المتوسط الحسابي، اما الميديان كان الوسيط. فهسه بقول لك اذا عندك اشي اسمه اوتلاير، شو يعني اوتلاير؟ يعني اذا عندك مجموعه من القيم وعندك قيمه بعيده عنهم، سواء انها كثير كبيره عنهم او كثير صغيره. يعني مثلا عندي مجموعه من القيم 1 2 3 وعندي 100، بعدين احط لي 100 هيك فجاه، المية هاي تعتبر اوتلاير لانها عدد جدا كبير بالنسبه لباقي الاعداد. او ممكن يعطيني مثلا 100 95 90 ويعطيني مثلا 20، ال 20 هاي تعتبر اوتلاير لانها عدد جدا صغير مقارنه بباقي الاعداد. فهسه احنا الفكره بدنا نختار الاشي اللي ما بتاثر بهذا العدد، اللي ما بتاثر بوجود قيمه كثير صغيره او قيمه كثير كبيره، يعني بيعامل القيمه كانها قيمه فقط، ما بهتم لا ايش مقدارها. فبرأيكم ايش اللي ما بيهتم بايش مقدار الاشي؟ هل المين ولا هل الميديان؟ المين شو كنا نسوي؟ كنا ناخذ القيم ونجمعها بعدين نقسم على اثنين، فبالتالي المين بتأثر بطريقة كثير كبيرة بالاوتلايرز، فبالتالي مش هو الخيار الأحسن إننا نستخدمه في هاي الحالة. بينما الميديان كان بيعامل القيم كلها كأنها أعداد عادية وبرتبها من الأصغر للأكبر، بعدين باخذ اللي بالنص. يعني مثلا لو أخذت 1 2 3 4 5 فالقيمة اللي بالنص 3 هي الميديان، ولو اخذت بالمقابل 1 2 3 4 100 برضه راح تضل القيمه بالنص اللي هي 3 نفسها الميديان. بينما لو بدي اطلع المين لو 1 2 3 4 5 راح يطلع معي عدد، ولو بدي اطلع المين لو 1 2 3 4 100 راح يطلع معي عدد كثير مختلف. فبالتالي المين بتاثر كثير بالاوتلايرز، فانه بدنا نحط قاعده براسنا انه لما يكون عندي اوتلايرز يعني عدد كثير اكبر من باقي الأعداد أو عدد كثير أصغر من باقي الأعداد، فبهاي الحالة إيش ماله؟ الميديان هو الأحسن. فهون مكتوب لك إذا كان عندي outlier very large أو very small observation بالنسبة لباقي الأعداد فالميديان هو الأحسن. ليش؟ لأنه الميديان will not ما راح يتأثر، ما راح يكون affected by the outlier، عكس مين؟ المين اللي راح يكون affected by this value. فإن شاء الله تكون الأمور واضحة لحد الآن. هاي بعطيني هون مثال بيقول لي عندي مجموعة من الأعداد 2 4 5 8 9 12 100، المية أوتلاير كثير بعيدة عنهم كثير أكبر منهم، فبيسألك هون مين أحسن؟ أكيد راح تحكي إنه الميديان أحسن. ليش؟ لأنه عندي أوتلاير. هون مطلع لك القيمتين وبيقول لك إنه هاي أحسن، يعني بس إنه الميديان أحسن بهاي الحالة لما يكون عندي أوتلاير. هون بيجي سؤال بيقول لك مين الأحسن بشكل عام، مين ولا ميديان ولا مود في حالة إيش؟ في حالة الباي مودل ديستريبيوشن. قبل ما نيجي نحكي بدنا نشرح اول شيء عن الديستريبيوشنز، بدنا نحكي عن النورمال ديستريبيوشن قبل ما نروح عن باي مودل ديستريبيوشن ونحكي ايش هو ونشرح ايش احسن بالنسبه له برضه. فعند النورمال ديستريبيوشن بقول لك قبل ما ندخل على الباي مودل خلينا نحكي عن النورمال بشكل عام. عندنا الصوره هاي تحت، هاي النورمال ديستريبيوشن. هيك نورمال ديستريبيوشن بتلاحظ انه عندنا، بتلاحظ انه عندنا x axis و y axis، لاحظنا عندنا ايش؟ عندنا x axis وعندنا y axis. فال x axis هذا بيمثل ايش؟ بيمثل ال x axis الداتا نفسها. يعني هو مثلا هون بنحط الداتا، بنحط مثلا اذا عندي set of data مثلا 1 2 3 4 بنحطه هون 1 2 3 4، حلو، هذا set of data. وال y الفريكونسي تاعتهم، معناته اذا المود وين بده يكون؟ المود بده يكون بالنص، لانه المود هو الهايست فريكونسي، فمعناته المود بده يكون عند التلة هاي لأنه الهايست فريكوينسي بده يكون القيمة اللي هون. أيوه جميل جدا.
هاي هم كاتب لك and this mountain هاي المنطقة is the mode وقيمته بتكون بالإكس أكسس. جميل جميل. فبس زي هيك هسه بوضح لك إنه مثلا هاي هي زي ما قلنا إنه الواي أكسس هم الفريكونسي وهاي هي الداتا. طب نيجي للباي مودال ديستريبيوشن وهنا نحكي عنه على السريع. الباي مودال ديستريبيوشن زي ما انتم شايفين اسمه اجا باي مودال عشان عندك ثنتين، عندك ثنتين مود، عندك مود هون وعندك مود هون فسموه باي مودال. فبيقول لك ان تو ديستريبيوشن وتو مودز فور ذس تشارت عشان هيك هم سموهم باي مودال. In this situation the median and mean do not represent the bimodal distribution as much as the mode. إذا بهاي الحالة عندنا المود أحسن إشي، أحسن منهم كلهم، أحسن من المين وأحسن من الميديان. ليش؟ لأنه المين والميديان بيكونوا بالنص شو ما كانوا دائما بيكونوا هم بس قيمة واحدة بالنهاية، بيطلع معك بس قيمة واحدة. سواء كان عندك المين راح تجمع كل القيم وتقسمها عددها فيطلع معك قيمة واحدة، أو الميديان اللي ممكن تأخذ القيمة بالوسط على طول أو تأخذ قيمتين وتقسمهم اثنين فبالنهاية برضه راح يطلع معك قيمة واحدة. فما في إشي بيدل لك منهم الاثنين إنه هذا يعتبر باي مودال ديستريبيوشن، إلا المود بحد ذاته هو الوحيد اللي بيدل لك إنه عندك باي مودال ديستريبيوشن. فبالتالي المود في حالة الباي مودال ديستريبيوشن هو أفضل من الميديان والمين. واضح واضح إن شاء الله كل شيء يكون تمام.